هم أحد يختلف على المفكر غالب الشابندر؟ هذا الرجل هو يقول أني جزء كنت من حزب الدعوة وطلعت، وهو مفكر وعنده كتب ومؤلفات ومقالات بالدين والتدين والإسلام والمذهب، تمام؟ اسمع شو يقول المفكر غالب الشابندر. اسمع، أنا في رأيي إذا أخذنا الحقوق أو الواجبات المترتبة على الزوجة تجاه الزوج، إذا أخذنا هاي الحقوق ونظرناها بعين الاعتبار، ما تنطبق على واحدة بنية عمرها 9 سنين، ولا تنطبق حتى على واحدة عمرها 20 سنة إذا كانت راشدة، لأن الاستجابة للحقوق والتفاعل مع الزوج بطريقتهن لباس لكم وأنتم لباس لهن وعاشروهن بالمعروف، هذه في الحقيقة تتطلب رشد راقي. هذا الرشد من يعينه؟ ما يعينه الفقيه ولا يعينه الزوج ولا يعينه الثقافة العامة الموجودة في داخل المجتمع. أنا في رأيي حلو ده يقول الثقافة العامة، يعني شنو ده يقول؟ انه ما يصير انت تحدد ولا تنطي مجال للفقيه انه هو يحدد. يا ناس يا عالم، انت عندك قانون ده يقول لك انه المرأة من تبلغ سن الرشد، زين انت شلون تبلغ سن الرشد وهي بعدها تبكي لانه اخوها اخذ من عندها شبس الليز؟ شلون هذا سن رشد؟ حتى لو مهما كان، حتى يطلع لي واحد يقول لي عمرها 9 سنوات بس جسمها كامل، ليش هي بالجسم يا ابو عقل؟ لو بالعقل، اذا بالجسم يعني كارثه. اذا انت تفكر هيك وانا امشي وراك كارثه.